سادتي اهلا وسهلا بكم في موضوع الروحي نايمور. احنا دابا جبتكم البلاصه فين تلقات لتقريبكم من هذا الفعل الجرمي اللي هو كمل الحمد لله واخا توفات، ولكن صلى الله عز وجل تقبل في الصالحين. دابا جبتكم البلاصه فين تلقات الروحي نايمه اللي جاب هذا المجرم او هذا المجرمين الله ينتقم منهم فين قاموا بفعل الجرم ديالهم. إذن الروحي نايمه ثلاثه البلايص فين تلقاو هذا المسند ديالها، الاولاني تلقى هنا الجمجمه ديالها، وتلقى واحد التريكو ديالها هنايا، وهنا تلقى واحد البقايا ديال العظام ديالها في هذه البلاصه هذه اللي فيها هذه القرعه هذه. اذا نشوفوا هذه الشعبه اللي جابها ليها هذا المجرم باش يقوم هذا الفعل الجرمي ديالو. هي بعيده على الدوار شويه، كتسمى الشعبه ديال تزكزات. او كنشوفوا هذه الطريقه باش تم التصفيه ديالها، مسكينه الله يرحمها. هذه ثاني هنا تلقات واحد جزء من العظام ديالها. هذه هي الشعبه ديال تزكزات اللي تلقات فيها نعيمة الروحي رحمها الله. كان هذا بالتأخر لكم إخواني إخواتي، وتسنوا منا المزيد إن شاء الله. تحية طيبة لكم.